احنا اصلا كان في نيجاتيف هنا دخلناها جوه الايه؟ ال اي في نيجاتيف شيء اي ايتا باي انتو على 4 باي كده الريسيف ده هتتنا بس بشوفين لو كنت دخلت لها كرنت انبوت هيطلع لي ترانسميتد فيلد عامل ازاي؟ بس هي الريسيف ده هتتنا بس بشوف لو كنت دخلت لها انبوت كرنت عشان هنودي دلوقتي عشان نعرف الريديشن بتاعها ونقول الريديشن بتاعها عامل ازاي؟ فهي عباره عن ماينس كي ترانسميتد Thank you.
دايبول فور شورت دايبول مثلا. الشورت دايبول ده كان بيبقى عامل ازاي؟ كان بيبقى الكرنت في تريانجولار شيب عامل كده صح؟ كان الفيد بتاعه عامل ازاي؟ عايز اجيب الافكتيف لينس بتاعه، يبقى الفيد بتاعه كان عامل ازاي؟ عايز اجيب الافكتيف لينس بتاعه، اقول ان الفيد بتاعه كان عامل ازاي؟ هو بس فوق بس في لا يعني احنا حافظين ده كان بيبقى الفيد بتاعه كان بيبقى جي اوميجا ميو اي دلتا زد على 8 باي يبقى نيجاتيف جي بيتا ار على ار ساين بيتا تجاه بيتا مش احنا عارفين الكلام ده؟ فاكرين الكلام ده يا جماعه ولا لا؟ كنا معرفين الكلام ده كان بيبقى الفيلد بتاع الانفينيتيسمال دايكون كان بيبقى اي دلتا زد على 4 باي بس الفيلد بتاع الشورت كان بيبقى ايه؟ نص الفيلد بتاع الفيلد عشان التريانجلر كيرف. طيب عايز اجيب الافكتيف لينس بتاعه طيب طيب اول حاجه الاوميجا ميو هي هي ايه؟ كي الاوميجا ميو هي هي كي وبيتا بيتا هي كي برضه يبقى معنى كده ان الفيرسز لينس بتاعه ايه؟ طيب يبقى في من ناحيه اثنين يبقى دلتا زد ساين سيتا على الاثنين. دلتا زد ساين سيتا على اثنين بس. اتجاه ايه ثيتا بس؟ في النيجاتيف يبقى هي النيجاتيف دلتا زد على اثنين ساين ثيتا اتجاه ايه ثيتا. وهنا بقى فعلا يبان بقى الكلام اللي احنا كنا بنقول عليه. لو دخل فيلد مثلا دخلني فيلد الفيلد ده موازي للاي سي موازي للاي سي بس داخل عند سي عند سيتا يساوي زيرو هو داخل ماكسيموم عند سيتا يساوي زيرو يطلع ايه؟ زيرو فعلا ما يطلعليش فولتج على التاني طب افرض هو كان نازل عند سيتا بيساوي 90 عند الماكسيموم فين؟ بس كان نازل لي انا منزله في اتجاه الاي فاي فانا اللي بتحكم فيه يطلع لي ايه برضه؟ زيرو ومعنى كده ان هو الافكتيف لينس ده فعلا اقدر بيه احدد الفولتج هو قانون اصلا في ماينس ليه في ماينس عشان الاكل بتاع الفورمه ماينس اللي جاي من التلفزيون عشان في الاخر قلنا ان الفولتج هو اي دوت كي مش ماينس اي دوت كي فماينس دخلناه معانا هل مش نسيح هذا المشكله؟ كل ما هو غير ده كل ما هو غير الاكسبريشن ده فالفضل ايه؟ انت زد على 2 ساين ثيتا في اتجاه اي سي طب انت زد على 2 دي بتعبر لي عن ايه؟ اشمعنى انت زد على 2؟ عشان اللي هو اللي عشان بالظبط عشان هي بتقول لي ان انا كاني مش شايف الدايمون كله فالكارت هيتكون لي عليه تريانجلر فكأني افكتفلي كده شايف ايه؟ نص اللينس بتاع ايه؟ بتاع الدايبول. لو كان يونيفورم او كان في جسم الدايبول كنت هشوف ايه؟ الكل. فممكن ممكن تدي الشورت يبقى في اتجاه التسيب عشان يبقى مش عارف يبقى نازل عند 70 بالظبط ممكن يكون نازل عند 6 سنوات ايه زيرو. انا منزل كده انا منزل الكتريك فيلد كده. وايه نعم
او مع الفاي بيعتمد على السين او يكون انا مش هنزيد الصوت لو سمحت الالكتريك فيلد ممكن يساوي اكس سكوير مثلا في اتجاهي واي او اكس سكوير اتجاهي اكس يعني ممكن ده اكس وده واي يبقى اعمل كده شوف الحاله دي في الحاله دي هيبقى عامل ازاي كده بيزيد مع الاكس بس اتجاه غير الفانكشن بتاعه فهو ممكن يبقى هو اصلا نازل عن سيتا بزيرو او يعني هو بيعتمد على السيتا او نازل عن سيتا بزيرو صف اتجاه سيتا او اتجاه فاي مش كده فالإفكتيف اريا دي احسبها ازاي؟
قال لك ببساطة بقى تعريف الإفكت الثانية. تعريف أنا المرة دي بقى خلي بالك أنا ما ينفعش أقول الأوبن سيركت فولتج، لأن لو أنا حطيت على الأنتنة دي أوبن سيركت يبقى مفيش إيه؟ مفيش أي باور هتمشي فيها. واضح يا جماعة ولا إيه؟ أنا لو أنا الأنتنة بتاعتي كنت حاطط عليها أوبن سيركت، اللي أنا سبتها أوبن سيركت كان إيه؟ كان بشوف على التيرمينالز بتاعتها إيه؟ فولتج هو نفسه الـ VT. طب لو انا سبتها في الحاله بتاعتي دلوقتي اوبن سيركت هل اشوف باور؟ شوف باور، ما نعمل ايه بقى؟ قال لك ساعتها حط لها لود، فساعتها الانتنه ديت ادي الارم راديشن والارم لود والاكس انتنه والترمنس بتاعت الانتنه. ساعتها لازم ايه بقى النهارده عشان نبدا نشوف باور؟ لازم ايه؟ لازم نحط لها لون معين اب ترمينيشن او اب لود واكس ترمينيشن. وساعتها بيقولوا بقى ايه؟ بيقولوا ان الافكت ديت هي الباور اللي على اللود معانا. هنشوف ايه؟ شوف هنا الباور هنا. فالباور هنا على بعد الانبوت بعد ما وصلت الانتنة دي بلود، الباور دي هتبقى ماشيه فين؟ في الريال بارت ولا في الايماجنري بارت؟ في الريال بارت. طب شوف الباور اللي على الريال بارت او البي تي على الباور دينستي انسى. فانا لسه واحده بك ايه؟ بك يعني تلاقي في صح كده في ناس عليها في ناين ماشي ما لهاش تفسير. لا الناس عليها في سن كمان. هي ويكي تمام. فاحنا ببساطه هنشوف البار اللي على الترمينالز بتاعت الاجنة على اللود بتاعنا ونقسمها على الباور دينستي اللي كانت نازله على التنت. هيطلع لنا ايه؟ الافكت فيريبل فين؟ طب هو الباور اللي ماشي في اللود هي عباره عن ايه؟ بنبدا نشوف اسلوب تاني عشان نجيب الانتنز. ان احنا بدل ما نتعامل على الانتنز ان هي سورس نكسبت السورس فولتج بتاعه نبدا على طول نقسم الباور على طول. ما احنا قلنا في طريقتين في تو فولتج نحسب كان هنا ممكن نتعامل مع الانتنه دي كانها حاجه ليها تول او نتعامل مع الانتنه دي كانها حاجه ليها سيرفيس. ولو حاجه ليها تول هيبقى الفيد بيطلع فولتج، لو حاجه ليها سيرفيس يبقى الفيد او الباور دينستي هتطلع باور. طب هي الانتنه بتاعتنا في الحقيقه ايه؟ ممكن تبقى اي حاجه جنرال بس ممكن نحسب لها افكتيف ليتس او افكتيف كيرف. واضح؟ فالافكتيف اريا دي بتكون الباور اللي اللود على الباور دينست اللي انا كنت منزلها. الباور اللي راحت للود دي بتساوي ايه؟ انا بيبقى ماشي عندي كارف كده اللي هو اي ترمينيشن ده بيبقى في ترمينيشن. فبقى الباور اللي راحت للود بتساوي ايه؟ قال لك عباره عن نص ماجنتيود اي ترمينيشن سكوير فار ترمينيشن على الباور دينستي انسيدنت. الانسيدنت باور دينستي انا برضه مش انا لما بنزل على الدن كده في فيلد معين الفيلد دوت ممكن نقول ان هو فيلد انسيدنت او عامل باور انسيدنت. اي انسيدنت
انا عايزين بس اعرف كام حاجه كده قبل ما نكمل. عايزين نقول لو احنا عندنا عايزين نشوف التوتال باور اللي ماشيه في كل ايه او التوتال باور اللي ماشي في الانتنه دي، فالتوتال باور هتساوي كام؟ فالبي توتال عبارة عن نص ماجنيتيود اي بي سكوير في ار راديشن بلس ار نود او ار ال بلس ار ال بلس ار ترمينيشن. لو جيت تقسم بقى البي توتال ديت على الاريا على اسم على الباور دينستي الانسيدنت على الانتنة، لو جيت تقسمها على ايه؟ تنفع عندك ايه بقى؟ قال لك هنقسم بوث تايب على دبليو انسيدنت يطلع لك هنا نص اي نص ماجنيتيود اي تي سكوير ار تي على دبليو انسيدنت يبقى بيساوي ايه؟ نص ماجنيتيود اي تي سكوير فار تي على دبليو انسيدنت او يعني الباور اللي راحت من الترمينيشن او على اللود على دبليو انسيدنت بيساوي ايه؟ الافكتيف اريا. الافكتيف اريا طيب المضروبه في حرف امتى على دبليو انسيدنت؟ قال لك نسميها اللوس اريا، ما دام ده افكتيف اريا عشان راحت للود يبقى اللي راحت للوسز هنسميها اللوس اريا. طب اللي راحت في الار راديشن سكاتر دي اريا. يبقى انا عندي في سكاتر دي اريا اللي هي البار البار راحت في السكاترنج يعني، واللوس اريا البار راحت في اللوسز، والافكتيف اريا اللي هي البار راحت في الايه؟ في اللود نفسه. طب ومجموعهم بقى بيدينا حاجه ليها علاقه بالباور توتال فبنسميها كابتشر اريا. وعشان كده بقى دي بنسميها بدل بي توتال نسميها بي كابتشر. يعني كان الباور بقى كلها اللي قدرت اجمعها من الانتنه ديت اللي هي جزء منها راح للنور وجزء منها للراديت لو سكتر وجزء منها حصل له جزء. ايه؟ ديت الباور اللي هي راحت في الراديشن على الدبليو اكس اللي هو باور بنسميها سكتر ديت. ديت راحت في النص. ديت راحت للود نفسه اللي هي كانت الافكتيف اريا انت عارف بتاعها. مجموعهم بقى كله هو مجموع باور كلها كل الباور اللي جت لي على الانسيدنت ايه؟ على الانسيدنت باور نيكس بنسميها كابتشر اريا او الاي سي يعني. ونسميه بقى باور كابتشر توتال باور كابتشر. طيب لغايه دلوقتي في مشكله؟ ها؟ طيب فور جنرال جنرال كده جنرال الافكتيف ليمتس ثابت الانتنة ولا لا؟ الافكتيف ليمتس ثابت الانتنة ولا لا؟ ثابت ليه؟ هو فانكشن البارامترز بتاعت الانتنة نفسها فالانتنة دي بتاعه من سلكتي معنى كده ما عنديش اي حاجة ليها علاقه باللود. وانت في الاخر في تي معينه بتعتمد على افكتيف لينس معين والافكتيف لينس ده ليها علاقه بالانتنه ذات نفسها. الانتنه طولها قد ايه؟ الباترن بتاعها عامل ازاي؟ البولاريزيشن بتاعها عامل ازاي؟ لكن هنا بقى الافكتيف اريا جنرال ثابت للانتنه ولا متغير؟ ليه؟ بالظبط افرض انا قفلت الانتنه دي بشورت سيركت الافكتيف اريا هتبقى ايه؟
فانت لان انا شورت سيركت فالفكت بيرات كام؟ زيرو. قفلتها اوبن سيركت هتبقى بكام؟ زيرو عشان انا وقت الريليشن بزيرو. مع ان الكابتن ممكن يكون اتولد عليها فولتج وكل حاجه بس خلاص مفيش باور عندك في الحدود. طب قفلتها اوبن سيركت زيرو يبقى بزيرو برضه. ليه؟ مفيش اور. مفيش اور عشان الواي بزيرو. وبالتالي انا عندي بقى جنرالي الافكتيف اريا حاجه مش ثابته، ما اقدرش اقول الدايبول الافكتيف لينس بتاعه كذا فالافكتيف اريا بتاعته كذا، لا الافكتيف اريا بتاعته معتمده على ايه؟ على اللود. طب ايه بقى اللي مش معتمد على اللود؟ قال لك اللي مش معتمد على اللود حاجه اسمها افكتيف اريا ماكسيموم. دي اللي بنحسبها. ايه بقى الافكتيف اريا ماكسيموم؟ قال لك الافكتيف اريا ماكسيموم ده احسن باور او اكتر باور تبقى للود. طب اكتر باور هتروح للود امتى؟ لو عامل حاجه اسمها كونجكت ماتشنج. يعني ايه كونجكت ماتشنج؟ كونجكت ماتشنج يعني كونجكت ماتشنج معناها ان الريال بارت بيساوي الريال بارت يعني ار ترمينيشن بيساوي ار راديشن بس ار بروسس. وايه تاني بقى؟ والاكس تساوي نيجاتيف الاكس. ساعتها بقى الايفكت فاريا ماكسيموم ديت فانكشن في الانتنه ولا في اللود؟ في الانتنه بس خلاص كده. يعني اقدر اقول الافكتيف اريا ماكسيموم للدايبول بكذا. ليه بقى؟ دي الحاجات دي ثابته. لان خلاص الحاجات دي كلها ثابت الدايبول بكذا. واضح يا جماعه؟ في مشكله؟ طب ليه ما تقولش ان الار راديشن مثلا زي ايكوال الار تي زي الار تي؟ لا انا عايز احسن باور تروح لده. انا بقول لك الافكتيف اريا ماكسيموم. مشكله؟ انا عايز اعمل ماتشنج. مش حاطط ماتشنج في الوسط الماتشنج في كورس الميجر ماتشنج ده لما جيت تحسبهم طلع ان الباور ديت هي ماكسيموم و كام؟ ايه؟ تمام. انا عايز دايما الار دي
الار اديشن ديت يعني افترض ان احنا دلوقتي عملنا اللوسز هنكمل اللوسز في الانتنه فاحنا عايزين ايه؟ الار اديشن عايزين الار اديشن بتساوي ايه؟ ار ترمينيشن المبسطه بقى مش حكايه صغيره وكبيره هي المبسطه الار ترمينيشن دي انا عندي كبيره ولا صغيره 50 اوم يبقى انا عايز الار اديشن 50 اوم 100 اوم يبقى انا عايز الار اديشن 100 اوم طب في الانبوت وانا عاملها ترانسميتر عايز الارتيشن زي ايه؟ زي ست نوت بتاع الفيدنج لاين خلاص مش اللاين اللي بعمله فيه فيدنج عشان ما يحصلش ايه؟ يعني في الريسيفنج او في الترانسميتنج مود انا عايز زي ما يحصل ماتشنج ماتشنج دي يعني من الارض الارتيشن هي الارض اللي انا شايفها من هنا والترانسميتنج مود برضه الار راديشن بتاع الانتنه يبقى شبه الزد نود اللي انا بتاع الفيديو جرافيك. لان احنا خلاص الافكت الماكسيموم ده اللي انا عملت ماتش فبقى حطيت دور الريال بقى بتاعه قد الراديشن والنص بتاع الانتنه فخلاص بقت فانكشن في الانتنه. والايماجنري بارت بتاعه بنيجاتيف الايماجنري بارت بتاع الانتنه برضه بقى فانكشن فين؟ يعني الانتنه. يعني ايه الفكره اللي هي مش ماكسيموم بس هي جديده اه هي عباره عن هي والاي تي فدول بيعتمدوا على اللود لو شفت بتصير كده بتصير وبتصير كده بتصير. طيب خلاص يا باشمهندسين حد عنده سؤال؟ تعالى قبل ما نكمل نحسب الافكتيف اريا ماكسيموم ديت ايه؟ لدايموند. تعالى نحسبوا الانفينيتيزمال دايموند